بسم الله الرحمن الرحيم، أحبابي متابعي قناة أخبار عاجلة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 26/7/2018. في البداية يا ريت ما ننساش نعمل اشتراك لقناة أخبار عاجلة ونفعل رمز الجرس علشان يوصلنا كل جديد. أخبار النادي الأهلي اليوم، والخبر الأول معانا: الأندية التونسية تغازل ثنائي الأهلي حمودي وعمرو جمال. دخل ثنائي الأهلي أحمد حمودي وعمرو جمال في بؤرة اهتمام عدة أندية تونسية تمهيدا لضمهما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لمصدر مقرب من الثنائي، فإن أندية النجم الساحلي والصفاقسي أبدي اهتماما بالحصول على خدمات الثنائي بعد اقتراب رحيلهما عن القلعة الحمراء بسبب ظروف القائمة بعد إقرار اتحاد الكرة المصري لنظام 25 لاعب. ويفضل الثنائي حمودي والغزال الخروج إعارة لأندية خارجية عن الانضمام لفرق مصرية خلال الفترة المقبلة. الخبر التالي: تقلبات جوية في العاصمة البوتسوانية قبل مواجهة الأهلي وتاونشيب. يسود طقس متقلب في العاصمة البوتسوانية جابروني قبل مباراة الأهلي وتاونشيب المقرر لها 6 مساء السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت بوتسوانا، على الملعب الوطني في منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. ولاحظت البعثة الأهلاوية منذ قدومها إلى العاصمة البوتسوانية جابروني عصر الثلاثاء عدم استقرار الطقس، حيث يسود مناخ معتدل نهارا وتصل درجة الحرارة إلى 24، لكن ينقلب الحال تماما في المساء ويشتد البرد لدرجة أن درجة الحرارة تصل ل5 درجات في بعض الأحيان. الخبر التالي: 22,000 مشجع سعة ملعب مباراة الأهلي وتاونشيب في جابروني. تقام مباراة الأهلي وتاونشيب البوتسواني في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت بتوقيت القاهرة على الاستاد الوطني بالعاصمة البوتسوانية، وتبلغ سعة الاستاد 22,000 مشجع حسب تأكيد مسؤولي تاونشيب لإدارة الأهلي. الخبر التالي: الأهلي تاونشيب كتاب مفتوح ونعاني من الإرهاق قبل مواجهته. قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي: إن لاعبي الفريق لديهم تركيز تام وإصرار شديد على تقديم عرض قوي أمام تاونشيب في المواجهة المقرر إقامتها مساء السبت بالعاصمة البوتسوانية. وأكد محمد يوسف أن الجهاز الفني يعلم فريق تاونشيب جيدا بعدما لعب أمامه في برج العرب قبل أسبوع وفاز عليه بثلاثية نظيفة، موضحا أن الفريق البوتسواني سيلعب بشكل مختلف بكل تأكيد في لقاء السبت مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وسيلعب على الفوز، لكن الأهلي لديه مقومات الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط 3. الخبر التالي: الأهلي يتدرب على ملعب الجامعة البريطانية في جابروني استعدادا لتاونشيب. خاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه الأربعاء على ملعب الجامعة البريطانية بالعاصمة البوتسوانية جابروني استعدادا لمباراة تاونشيب المقرر لها 6 مساء السبت. كان سمير عدلي المدير الإداري للأهلي قد أنهى إجراءات حجز ملعب الجامعة البريطانية للتدريب عليه استعدادا لمباراة السبت، وهو ملعب جيد ومغطى بالنجيل الطبيعي. الخبر التالي: مسؤول تاونشيب يعاملون بعثة الأهلي بالمثل في بوتسوانا. حرص رئيس بعثة نادي تاونشيب البوتسواني في برج العرب سيدني ماجنيني وعضو مجلس إدارة النادي على مقابلة سمير عدلي المدير الإداري للأهلي أكثر من مرة في بوتسوانا، وذلك من أجل بحث عدة أمور خاصة بمباراة الفريقين السبت المقبل. وأكد ماجنيني الذي ترأس بعثة ناديه في مباراة الفريقين ببرج العرب الأسبوع الماضي أن النادي الأهلي لم يقصر مع بعثة تاونشيب خلال تواجدها بالإسكندرية، وحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساندة لها، لذا فإن إدارة تاونشيب تحرص على معاملة بطل مصر بنفس المعاملة، خاصة وأن الأهلي يملك شعبية طاغية في إفريقيا.
الخبر الأخير معانا، الأهلي يجدد طلب التعاقد مع حمدي فتحي من إنبي بمكالمة الخطيب. تلقى علاء خشب رئيس نادي إنبي اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس الأهلي في الساعات الماضية للتأكيد على رغبة القلعة الحمراء في الحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي في فترة الانتقالات الجارية. وقال خشب للخطيب إنه سيناقش الأمر مع مجلس الإدارة والجهاز الفني لمعرفة مدى إمكانية الاستغناء عن اللاعب في الفترة الحالية من عدمه. في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.